مشروع تلال الزاهية 150 قطعة، المشروع على شارعين، شارع الشيخ محمد بن زايد وأيضاً شارع الإمارات. الأسعار جميلة، تبتدي 155 ألف، التملك لجميع الجنسيات، رسوم خدمات ما في، التسجيل العقاري 2% ما في، وهذه فرصة جميلة. تعال خذ لك النظرة وعسى الله يوفقك إن شاء الله. لكن المهم والأهم المساحات والأسعار. عندنا تاون هاوسز، عندنا شو هذي له؟ توين هاوس، وعندنا ما شاء الله من الفلل. الأراضي ترى مش وايد، 150 قطعة. وأيضا بمناسبة إن المشروع جديد تلال الزاهية مسوين أسعار. شيل خليك معي، قل لي هني شو؟ هنا التاون هاوس تمام، مساحتها 1722 قدم، سعرها عامل 155 ألف. حلو تمام. هنا توين هاوس تمام، المساحات عندي بتبتدي من 2500 قدم، السعر عندي بيبتدي من 232 ألف. حلو تمام. الفيلا هنا جي بلس 2 مساحتها 3014 قدم، سعرها 271 ألف. هذا جي بلس؟ جي بلس 2. حلو، هذه فيلا. نعم. وعندنا هني؟ هنا موجود المساحة الأكبر 3444 قدم. حلو تمام. المساحة السعر بيكون فيها 310 ألف. 310 ألف قيمة. نعم. أرض في عجمان على شارع عام، خليك معاي انتبه للكلام زين. وهني شو عندنا المساحات الأكبر؟ هنا ده عندنا الأراضي التجاري هاي تجارية. نعم. جي بلس فور. نعم. يعني تسوي لك بناية. موضوع الكهرباء كيف؟ موضوع الكهرباء كيف؟ كل البنية التحتية بتكون جاهزة، بتقدر بس من خلال انت بتقدم طلب كل الكهرباء وكل الصرف الصحي، كل الخدمات بتكون جاهزة. السب ستيشن موجود؟ نعم. نحن قلنا رسوم خدمات ما فيه؟ ما فيه. تسجيل 2% ما فيه؟ ما فيه. ممتاز. مسجد موجود وجاهز تمام. كل المرافق بتكون جاهزة متوفرة في الموقع. حلو. عدد الأراضي اللي موجودة 150 قطعة. 150 قطعة، والأسعار تبتدي ب 100؟ 155 ألف. أوكي، اللي يبغي يجي يشوف المكان يقدر يجي؟ طبعاً. قبل ما يشتري مثلاً؟ نعم نعم، مكتبنا موجود هنا، الإمارات العقارية تمام. موجودين متواصلين هنا طول الوقت، أي وقت موجودين. ممتاز، هذا مكتبهم.